الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. أكيد عندنا كلام كتير النهاردة عن النادي الأهلي وعن أخباره، ولكن في البداية عايزين طبعا نقول الحمد لله على السلامة الكابتن محمود الخطيب اللي رجع بعد رحلة علاج طبعا ناجحة الحمد لله، وإن شاء الله بإذن الله هيرجع وهيستأنف مهامه وشغله في النادي الأهلي عشان طبعا يحسم الصفقات الهامة، وكمان الأهم أكيد الملف الخاص بمدير كرة القدم القادم للنادي الأهلي المدير الفني. كمان طبعا في ملفات كتير جدا هيتم حسمها في الايام دي، وفي طبعا اجتهادات تانية كتير جدا وكلام تاني كتير جدا عن اسم المدير الفني وكمان عن اسامي الصفقات الجديده، لكن دايما خليكم معانا عشان تعرفوا كل حاجه بشكل رسمي. النهارده كمان الفريق بيواصل تدريباته المكثفه استعدادا لمواجهه الجونه، ودي المباراه المؤجله من الاسبوع السابع لبطوله الدوري المصري الممتاز. ان شاء الله باذن الله الفريق يحقق الفوز ويواصل تقدمه عشان يرجع لمكانه الطبيعي في صداره المسابقه. اكيد هنطمنكم عن كل حاجه بتخص اللاعبين وحاله اللعيبه المصابه عن طريق مراسلنا النهارده في ملعب مختار التتش، وكمان هنتكلم عن بطوله الدوري الممتاز والكوره العالميه وكل اخبار محترفينا في الخارج، وهنناقش الكلام ده واخبار تانيه كتير خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده استاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي، والبدايه دايما باهم واخر العناوين. اليوم اثنين الحسم بين الخطيب وعبد الحفيظ. الخطيب يبدأ دراسة الملفات الكروية بعد الرحلة العلاجية. الأهلي يستعد للجونة دون راحة. الأهلي يجدد عقد مؤمن زكريا 3 سنوات. محمد يوسف الشيخ لن يرحل أو يدخل في صفقات تبادلية. حسام عاشور يغيب عن الأهلي 15 يوم للإصابة. برنامج خاص في الأهلي لتجهيز صالح جمعة. ودلوقتي تعالوا مع بعض نشوف أهم الأخبار والكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد. الأهرام الفرنسي سباستيان دوسابر يطرق أبواب الأهلي بقوة، توقعات بظهور الخطيب في النادي اليوم لبحث ملفات قطاع الكرة واللاعبين الجدد. الأهرام تكليف عادل مصطفى بالسفر لإثيوبيا اليوم، وعاشور يلحق بمواجهة دوري أبطال أفريقيا. يوسف الشيخ لن يرحل أو يدخل في صفقات تبادلية، وعلاء ونسبد مكاسب مواجهة بتروجيت. الجمهورية ضربات الخطيب تتوالى، يضم محمد محمود ويجدد لمؤمن وينتظر الخواجه. الشروق اليوم الاهلي يحسم مصير خليفه كارتيرون، دياز وكارينيو ودوراتي ابرز المرشحين. عادل عبد الرحمن يقترب من منصب المدرب العام. الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لحسم جميع الملفات المعلقه وتقرير المدرب المقال في الحسابات. المساء بعد حسم نقطه الخلاف، دياز في الاهلي بجهاز محلي. الأخبار، الأهلي يودع نوفمبر الحزين بالفوز على بتروجيت. يوسف يهاجم السوشيال ميديا وإصابة عاشور بجزع والتواء في الكاحل. المصري اليوم عودة الروح، الأهلي يفرج عن مستحقات اللاعبين والإعلان عن المدير الفني اليوم. الأخبار المساء، الأهلي يجهز، الفريق يستعد للجونة دون راحة وسلسلة اجتماعات للخطيب. نروح معاك كل تفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الجرايد، وهنبتدي مع الاهرام اللي قالت ان وضعت اداره النادي الاهلي خطتها الكامله لترميم صفوف الفريق الاول لكره القدم خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير المقبل لاستعاده منصات التتويج، وخاصه دوري ابطال افريقيا الذي بات حلم مجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره. ويظهر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اليوم في المقر الرئيسي في الجزيره بعد عودته مساء امس من هانوفر الالمانيه بعد اجراءه للجراحه زالة ورم على الحبل الشوكي، ويعقد العديد من الاجتماعات للإعلان عن التشكيل الكامل لقطاع الكورة بعد فترة من المداولات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، بجانب عودة حسام غالي ومحمد فضل بشكل رسمي لأداء مهام العمل. ورغم كل التوقعات التي تشير لحسم اسم المدرب، لا تزال الأمور غامضة حتى الآن، وإن كان على عكس كل ما هو متوقع فإن الفرنسي سباستيان دوسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا الحالي والإسماعيلي السابق هو الأقرب لقيادة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، خصوصا وأن هناك مفاوضات مكثفة تم إجراءها معه في الساعات الماضية.
لسه مكملين اخبار النادي الاهلي من الاهرام، اللي قال برضو انه بيغادر عادل مصطفى مدرب الفريق مطار القاهره اليوم في طريقه للعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا لحضوره لمباراه اياب دور 64 في دوري ابطال افريقيا واللي بتجمع جيما الاثيوبي والتليكوم الجيبوتي. ومن المقرر ان يواجه النادي الاهلي الفائز من الفريقين في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. تم اعفاء النادي الاهلي من الدور التمهيدي بسبب تاهله لنهائي النسخه الاخيره امام الترجي. حقق جيما الاثيوبي فوز كبير في مواجهه الذهاب واللي اقيمت في جيبوتي على تليكوم 3-1، فيما تقام مواجهه الاياب غدا. ومن المقرر ان يكتب عادل مصطفى تقرير كامل عن المواجهه لتسليمها للجهاز الفني للنادي الاهلي. كمان الجمهورية قالت بيترقب الجميع داخل القلعة الحمراء تواجد الخطيب داخل مقر النادي اليوم تمهيدا للكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق، علما بأن تقديمه رسميا لوسائل الإعلام هيكون اليوم أو غدا على أقصى تقدير. في نفس الوقت بينتظر أن يحصل عدد من اللاعبين الاحتياطيين بالفريق على فرصة خلال المباريات المؤجلة التي يخوضها النادي الأهلي في ديسمبر الحالي، وذلك للحكم النهائي على بعضهم ودراسة الاستفادة من بعض العناصر بعد المستوى الجيد نسبيا اللي ظهر به أحمد الشيخ وأحمد علاء في مباراة بتروجيت، وهو ما قد يغير خريطة ميركاتو الشتاء في النادي الأهلي نسبيا بالإبقاء على عناصر كانت في طريقها للرحيل عن الفريق. كمان المسا قالت إن الجريدة أو قالت إن الأرجنتيني رامون دياز اقترب من قيادة نادي الأهلي بعد ما إدارة النادي الأهلي اتفقت معاه على أن يقود الفريق لحد نهاية الموسم الحالي بجهاز معاون مصري، ومن بداية الموسم القادم يتم الاستعانة بجهاز أرجنتيني كامل مع المدير الفني. وده طبعا كلام جريدة المسا، وما فيش طبعا أي تأكيد للكلام ده حتى يتم الإعلان الرسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي لاسم المدير الفني الجديد. وكل اللي بيكتب دلوقتي في الجرايد أو في وسائل الإعلام المختلفة هي مجرد اجتهادات. كمان الأخبار قالت أن أبدى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي استياءه الشديد مما يحدث في الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي، على صفحات الأهلوية كمان مواقع السوشيال ميديا اللي وصفها بأنها بتضر الفريق بسبب هجومها المتواصل على اللعيبة. وقال كمان أن هم بيعملوا بيقوموا بتدمير الفريق ومحاولة دي كبيرة جدا عشان يأثروا على ثقة الفريق في نفسه. عن لقاء بتروجيت اتكلم طبعا ان اللقاء ده كان في ظروف صعبه وانه تعامل مع اللعيبه نفسيا قبل اللقاء عشان حاول كمان ان هو يجدد من دماء الفريق بعناصر جديده، اهم اسلحته طبعا كمدرب في الفتره الاخيره دي ان هو يجدد من دماء الفريق. وقال كمان ان مشوار الدوري لسه طويل، وقال ان عدم فقدان الامل في الحصول على اللقب في نهايه الموسم ده اهم حاجه. ده كان أهم الكلام اللي اتقال في الجرايد. تعالوا مع بعض نشوف أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الأهلي يجدد عقد مؤمن زكريا 3 سنوات. الخطيب يبدأ اليوم دراسة ملفات الأهلي الكروية بعد الرحلة العلاجية. يورو سبورت عربية 2 الحسم بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ. الشروق اليوم الخطيب يحسم ملف الصفقات الشتوية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي عمرو جمال لم وقع لأي نادي والأولوية دايما للأهلي. في مصر اليوم رباعي الأهلي واصل برامج التأهيل والاستشفاء. الوفد الأهلي يعلن جاهزية الشيخ وإكرامي للجونة. بوابة الأهرام حسام عاشور يغيب عن الأهلي 15 يوم للإصابة. بوابة أخبار اليوم العرضيات أو العرضيات سلاح الأهلي أمام الجونة. سوبر كورة برنامج خاص في الأهلي لتجهيز صالح جمعة. نشوف معاكم تفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي كتب أن مؤمن زكريا جدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنين. ده جه طبعا بعد جلسة عقدها النهاردة سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكورة، واللي أكد على تقديره لمؤمن ورغبته في استمراره ضمن صفوف النادي الأهلي، لا سيما أنه من اللعيبة المتميزة داخل صفوف القلعة الحمراء.
كمان اليوم السابع قال ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هيعمل عده جلسات في مقر النادي الاهلي في الجزيره النهارده عشان يحسم العديد من الملفات بعد رجوعه من المانيا امبارح. اجرى طبعا كابتن محمود الخطيب جراحه لاستئصال ورم في الرقبه كان بيضغط على الحبل الشوكي وده كان بيسبب الام في العمود الفقري، وادى الخطيب المرحله الاولى من العلاج الطبيعي في المانيا بعد الجراحه على طول، وهينفذ ان شاء الله المرحله الثانيه بعد رجوعه لمصر. وبينتظر كابتن محمود الخطيب عده ملفات هامه بعد ما رجع للقاهره، اكيد ابرزها الاعلان عن المدرب الجديد والصفقات اللي بيسعى النادي الاهلي ان هو يحسمها، بجانب طبعا تشكيل قطاع الكوره. ومن المقرر ان يجتمع كابتن محمود الخطيب بسيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكوره والمكلف باعاده هيكله قطاع الكوره، وبرده هيكون معاهم كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت ومسؤولين اخرين في النادي عشان يناقشوا عده ملفات رياضيه واداريه وكرويه. كمان يورو سبورت برضه اهتم ونشر عن نفس الموضوع، وهو رجوع كابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي، وكتب يورو سبورت عربيا ان رئيس النادي الاهلي بيناقش مع سيد عبد الحفيظ العديد من الملفات اللي بتخص فريق الكوره، واللي بتيجي طبعا على راسها الهيكله اللي هيعملها كابتن عبد الحفيظ او فعلا قام باعدادها كابتن عبد الحفيظ خلال الفتره اللي فاتت بعد ما تم تكليفه بمتابعه قطاع الكوره وكتابه تقارير مفصله عن قطاع الكوره عشان يتم هيكله القطاع ده فنيا واداريا. وده اللي فعلا عمله كابتن سيد عبد الحفيظ المدير الحالي لفريق الكوره في النادي الاهلي. الهيكله قد تشهد بعض المفاجآت في التعيينات اللي اقترحها عبد الحفيظ حال اعتمادها من كابتن محمود الخطيب وموافقته عليها. اعتمد سيد عبد الحفيظ في اختياراته على نجوم النادي الاهلي الشباب المعتزلين في السنين الاخيره، وبيناقش بيبو مع سيد عبد الحفيظ كمان ملف المدير الفني الاجنبي الجديد للفريق، وهيحسم ان شاء الله اختياره ما بين الثنائي الارجنتيني رامون دياز والارجواياني جوزي كارينيو، واللي بيتصدروا الترشيحات بجانب بعض المدربين الاخرين من أوروبا، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب في 48 ساعة على أقصى تقدير. برضو موقع الشروق اهتم برجوع كابتن محمود الخطيب وكتب بيحسن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي النهارده مساله المفاوضات مع نادي انبي والمقاولين العرب للانتهاء من التعاقد مع حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق البترولي وطاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولين العرب، وان بيبو بيخوض المفاوضات دي بنفسه على امل ان هو يتمها بنفسه. كمان قالت الشروق ان مسؤولين النادي الاهلي هيعلنوا خلال ساعات عن انضمام محمود وحيد لاعب مصر المقصة بعد سلسلة من المفاوضات ما بين إدارة الناديين خلال الفترة اللي فاتت. كمان تم اقتراح داخل النادي بالتعاقد مع المهاجم الغاني جون أنتوي وإعادته مرة تانية لصفوف النادي الأهلي في ظل الرغبة في التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز في فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية. نرجع تاني للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان عمرو جمال مهاجم الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي نفى توقيعه لاي نادي تاني خلال الفتره اللي فاتت، واكد ان هو لسه مرتبط بالتعاقد مع النادي الاهلي وما يحقش ليه التفاوض مع اي نادي تاني من غير علم النادي الاهلي، وقال ان في جلسه مع مسؤولين النادي الاهلي في نهايه الشهر الجاري عشان يحسم مصيره سواء بالاستمرار والقيد في يناير، وطبعا ده بالنسبه له هو اولوياته او ان هو يخوض تجربه احتراف جديده. وقال كمان ان في اولويه وهي النادي الاهلي بكل تاكيد، وفي حاله وجود رغبه في استمراري وما دون ذلك فسيكون تفكيري في خوض تجربه الاحتراف. طبعا عمرو جمال ضمن قائمه الانتظار للنادي الاهلي في الموسم الحالي في ظل عدم قيده بقائمه الفريق مع بدايه الموسم. كمان المصري اليوم قال ان احمد فتحي وجونيور اجايي ومحمد الشناوي وعلي معلول الرباعي المصاب خاضوا تدريبات التاهيل واللي استشفى على هامش التمرين الصباحي للفريق اللي اقيم النهارده الصبح على ملعب التتش في الجزيره. ادى فتحي جانب من تدريبات الجري حوالين الملعب وجلسه اشفائيه في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وادى الثنائي محمد الشناوي جونيور اجايي تدريبات الجري حوالين الملعب في اطار البرنامج التاهيلي الخاص بهم. وكمان خاض علي معلول تدريبات بدنية وعلاجية للتخلص من مزق في العضلة الضمة.
نروح لموقع الوفد اللي قال ان خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قال ان الثنائي احمد الشيخ وشريف اكرامي هيكونوا جاهزين لمواجهه الجونه مساء يوم الاربعاء القادم. وقال طبيب الفريق ان الشيخ تعافى من الاجهاد في العضله الخلفيه وشارك في تمرين اليوم الاثنين بشكل طبيعي ولن يكون هناك ما يستوجب ان هو. وقال كمان طبيب الفريق ان اكرامي اشتكى من كدمه في صباع اليد ولكنه سيكون جاهز للمشاركه في مران النادي الاهلي غدا يوم الثلاث بشكل طبيعي وهيكون ان شاء الله جاهز لمواجهه الجونه. نروح لبوابة الأهرام اللي برضو قالت ان دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي اتكلم عن الاشعة اللي خضع ليها حسام عاشور قائد الفريق الاحمر واللي اثبتت اصابته بجزع في مفصل الكاحل. وقال طبيب النادي الاهلي ان عاشور هيغيب عن الفريق لمدة 15 يوم وهيأدي برنامج تأهيلي للتعافي من الاصابة. عاشور ساب طبعا مباراة النادي الاهلي قصاد بتروجيت في الدقيقة 42 بعد ما تعرض للاصابة ونزل مكانه عمرو السولية. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قاد لعيبة الفريق للتدريب على الكرات العرضية شارك في التمرين لعيبة الفريق وحرص يوسف على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية مع التدريب على الكرات العرضية. كمان سوبر كورة قالت ان الجهاز الفني للنادي الاهلي حط برنامج خاص لتجهيز صالح جمعة صانع العاب الفريق بيتضمن انقاص وزنه واعداده بدنيا قبل ما ينتظم في التدريبات الجماعية وده تمهيدا لقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بينضم لنا عبر الهاتف دلوقتي شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان موجود النهارده في تدريب النادي الأهلي الصباحي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايزه اطمن منك على التدريب النهارده طبعا على حالة المصابين. يمكن التمرين بدأ في 9:30 صباحا استعدادا لمباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل. لاعب الأهلي اللي شاركوا في مباراة بتروجيت اكتفوا باداء تدريبات بدنيه وجانب صغير من تدريبات الكره يفضل طبعا الجهاز الفني راحتهم خافض من الاجهاد لان طبعا اللعيبه مباراه كل ثلاث ايام فاللعيبه طبعا مجهده فخايف يزود الحمل التدريبي فيحصل لا قدر الله اصابه او اجهاد. باقي اللاعبون شاركوا في تدريبات تكتيكيه وتدريبات تخصصيه على المرمى عرضيات اختراق من العمق علشان خاطر اللعيبه تعرف تحرز اهداف من مختلف الزوايا. يمكن وليد سليمان غاب عن المران الجماعي ولكن اكتفى بتدريبات الجيم والتدليك يمكن وهي التدريبات شغاله. كابتن شريف اكرامي حصل له كدمه في اصبع اليد وخرج من تدريبه واكتفى بالجري حول الملعب عشان لياقته بس سالت الدكتور قال لي لا هو هيشارك بكره عادي باذن الله مش بشكل خالص او حتى النهارده وبكره يكون جاهز للتمرين وبالتالي لمباراه الجونه. يمكن التأهيل مستمر لاحمد فتحي لعلي معلول للشناوي التأهيل مستمر. يمكن كمان صالح جمعه بيأدي تدريبات هو الاخر ايضا على جانب اخر من الملعب. يمكن كان ليا جمعنا لقاء مع طبيب الفريق على حاله الاصابات لجميع اللاعبين. يمكن قال لي ان علي معلول هيرجع باذن الله يوم 15/12 احمد فتحي امامه 10 ايام. اجاي خبر سعيد اجاي بيشارك في التدريبات البدنيه قال لي اجاي يومين بتعمل له برنامج بدني ويومين ممكن يشارك عادي في التقسيمه قصه بدنيه فقط لا غير يومين ثلاثه بالكثير ويشارك في التدريبات الجماعيه بالكره مش بشكل خالص. يمكن صلاح محسن قال لي 4 اسابيع. حسام عاشور للاسف 15 يوم لاني الاشعه اثبتت ان عنده جزع في مفصل الكاحل. يمكن دي كانت ابرز كواليس تمرين اليوم شيماء. اتفضلي. طيب عايزة أعرف منك برضو يا شريف إيه البرنامج الخاص بالنادي الأهلي لحد المباراة يمكن بكرة إن شاء الله يكون التدريب الأخير لفريقنا قبل مواجهة الجونة بإذن الله يوم الأربعاء القادم. إما بكرة التجمع اللاعبين الساعة 3:00 عصرا هيكون التمرين الساعة 4:00 عصرا هيكون
تمرين خفيف نوعا ما، ثم يعلن الجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن محمد يوسف اللاعبين اللي هيخشوا المعسكر اللي هيكون عددهم 20 او 21 لاعب بالكثير، وهيباتوا ليله المباراه في احد الفنادق في مصر الجديده، ثم المباراه باذن الله يوم الاربعاء. للفن باذن الله التوفيق والاهلي يحصد الثلاث نقاط ليكمل مسيرته في الحفاظ على لقب الدوري العام المفضل ليه. ان شاء الله. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي الصباحي على ملعب مختار التتش. دلوقتي معانا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. الشروق كردي منصب نائب رئيس اتحاد الكوره لن يسبب ازمات داخل المجلس. سوبر كوره علي ماهر يطيح باجانب انفي. الفجر الطوسي يقترب من تدريب سموحه. الوفد اتحاد الكره موقف الشناوي اقوى من الزمالك. فيتو برشلونه في الصداره اكثر الانديه حصولا على الكره الذهبيه. بوابه الاخبار تقارير محمد صلاح يغيب عن حفل فرانس فوتبول. 1-3 تريزيجي يخوض اختبار صعب مع قاسم باشا امام فنربخشة. سكاي نيوز مدرب ليفربول يعتذر عن فعله في الدربي، لم اسيطر على نفسي. سبورت 360 ميلان سائم من هيغوايين ويريد التخلص منه. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار، وهنبتدي بالاخبار المحليه. هنبتديها من الشروق اللي قالت ان اكد كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره انه مش بيفكر ان هو يكون نائب هاني ابو رده رئيس الاتحاد، وانه ما يعرفش ان كان هيتم حسم منصب النائب خلال الاجتماع القادم لمجلس الجبليه. وقال كمان كردي انا وعصام عبد الفتاح عضو المجلس عندنا تكليف من الاتحاد الافريقي لكره القدم بمراقبه مباريات افريقيه، وبنسبه كبيره غيب عن اجتماع اتحاد الكرة. وقال كمان لا اعتقد وجود ازمة في عدم وجود نائب، لان مجلس ادارة اتحاد الكرة اخر عامين لم يتواجد فيه نائب والامور كانت بتسير بشكل طبيعي، والمفروض ان يجتمع مجلس اتحاد الكرة بكرة يوم الثلاث فاول جلسة بعد اكتمال قوام المجلس بانضمام الثنائي احمد شوبير ودينا الرفاعي. كمان سوبر كورة قالت كشف مصدر مطلع في نادي أنفي أن الثلاثي الأجنبي نوح وائل وأبو بكر ديارة ويحيى سانو مرشحين للرحيل عن الفريق البترولي في شهر يناير المقبل، وذلك من أجل ضم ثلاثي جديد يصنع الفارق للفريق البترولي. أوضح المصدر ذاته أن علي ماهر المدير الفني الجديد لأنفي اللي تولى المهمة خلفا لخالد متولي بيرغب في ضم ثلاثي جديد بدلا من نوح وديارة وسانو، مع الإبقاء على خدمات النيجيري أودا موشال مهاجم الفريق البترولي. ويبحث علي ماهر مع مجلس إدارة أنفي على تدعيم الفريق البترولي بعدد من الصفقات في شهر يناير القادم للارتقاء بمستوى الفريق بعد التواجد في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري. كمان الفجر قال ان دخل مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في مفاوضات رسمية مع المغربي رشيد الطوسي المدير الفني لنادي فاق سطيف الجزائري السابق من اجل تولي مسؤولية الفريق. بدأ رئيس سموحة بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية، ويعد ابرزهم هو الطوسي تحسبا لرحيل طارق يحيى المدير الفني الحالي الغير مقتنع بقدراته. كمان فيتو قالت انه بيقام اليوم الاثنين الحفل السنوي لصحيفه الفرنس فوتبول الفرنسيه للاعلان عن الفايز بجائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب في العالم لعام 2018. بيعتبر نادي برشلونه الاسباني هو اكثر الانديه اللي حصل لاعبيها على الجائزه برصيد 11 مره، منها 5 مرات لنجم الفريق ليونيل ميسي، وبيجي بعديها ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 10 مرات، وبعد كده يوفنتوس الايطالي في المركز الثالث بعد ما حصل لاعب على الجائزة 8 مرات، متساوي مع مواطنو ميلان اللي حصل برضو لعبته على نفس العدد من الجائزة.
كمان بوابة الأخبار قالت إن كشفت تقارير صحفية عن غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن حفل في مجلة فرانس فوتبول للإعلان عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم واللي بتمنحها المجلة الفرنسية. بيتنافس على جائزة فرانس فوتبول 30 لاعب تم إعلانهم في أكتوبر اللي فات، ومن ضمنهم النجم المصري محمد صلاح، إلا إن الجائزة انحصرت ما بين الثلاثي الكرواتي لوكا مودريتش المتوج بجائزتين أفضل لاعب، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي أنتوان غريزمان الفايز بكأس العالم مع منتخب بلاده وسط غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة من 10 سنين. محمد صلاح اللي كان طبعا بينافس على جائزتين لأفضل لاعب في أوروبا والعالم لا ينوي الذهاب للعاصمة الفرنسية باريس لحضور الحفل، خصوصا أنه ابتعد عن التواجد في ما بين أفضل 3 لعيبة في العالم. كمان موقع 1-3 قال ان بيدخل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريق قاسم باشا التركي مهمه صعبه قصاد فنربخشه في الساعه 7 مساء النهارده في الجوله 14 من الدوري التركي. بيحتل قاسم باشا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطه، وبيحتل فنربخشه المركز ال 15 برصيد 13 نقطه. بيرغب تريزيجيه في قياده قاسم باشا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مسابقه الدوري التركي وتقليص الفرق مع باشا شهير صاحب الصدارة لنقطتين. كمان سكاي نيوز قالت ان اعترف مدرب ليفربول الانجليزي يورجن كلوب بانه لم يستطيع السيطره على نفسه بعد احراز لاعب فريقه ديفوك هدف الفوز القاتل في مرمى ايفرتون، وتكلم كلوب واعتذر بعد اتهامه بانه بالغ في احتفاله بهدف الفوز بعد ما جري بسرعه جوه المستطيل الاخضر واحتضن حارس مرمى اليسون بيكر قبل ما يرجع مره ثانيه بسرعه لدكه البدلاء، وده في وقت لم تكن المباراه قد انتهت فيه. قال يورجن كلوب يجب أن أعتذر عن الركض داخل الملعب، اعتذرت فورا لماركو سيلفا مدرب أفرتون، لا أريد أن أظهر بصورة تحتقر الآخرين، مضيفا لم أستطع التحكم في نفسي. كمان سبورت 360 قالت ان كشفت التقارير بان اداره نادي ميلان قررت عدم التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغوين لاكثر من سبب، وكان الارجنتيني غونزالو هيغوين انتقل للعبه في صفوف ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفيه اللي فاتت لمده موسم واحد على سبيل الاعاره من فريق يوفنتوس الايطالي بمبلغ 18 مليون يورو مع امكانيه تضمه بشكل نهائي في صيف عام 2019 بمبلغ 35 مليون يورو. قالت التقارير ان اداره ميلان صرفت النظر عن التعاقد مع هيغوين لاكثر من سبب، وابرزهم ان اللاعب لم يقدم كل ما لديه لناديه الحالي باحرازه 7 اهداف فقط في 14 مباراه، بالاضافه الى انه طرد اللاعب طبعا في مباراه ميلان قصاد اليوفنتوس خلت اداره النادي تغضب من تصرفاته الصبيانيه باعتدائه على الحكم وخساره لاعب في مباراه صعبه وغيابه لمده مباراتين، بالاضافه لاهدار لركلة جزاء في نفس اللقاء، وده كان أهم أخبارنا العالمية. مشاهدينا دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل معاكم بقية فقراتنا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي معادنا مع جوله في السوشيال ميديا. هنبتدي مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي نشر صوره على تويتر مع كابتن محمود الخطيب اثناء استقباله في المطار بعد رجوعه من المانيا، وكتب الحمد لله على السلامه المحترم الغالي كابتن محمود الخطيب ربنا يتم شفاءه. كمان كتب استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن سبورتس على تويتر الحمد لله على السلامه يا صاحبي يلا في شغل كتير مستني ربنا كريم. كمان كتب الفنان نبيل الحلفاوي على تويتر الحمد لله على السلامة الكابتن محمود الخطيب وعودته لبيته وأهله ومحبيه ثم إلى بيته التاني بإذن الله أتم الله شفاءه ومتعه بالصحة والعافية. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة على تويتر صورة الكابتن بيبو وكتبت تلقينا أمس بكل سرور خبر عودة الكابتن محمود الخطيب لمصر سالما، نتمنى لبيبو رمز الكرة المصرية دوام الصحة والعافية. أما مؤمن زكريا
أما مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي فنشر صورة لتجديد عقده مع النادي الأهلي على إنستغرام وعلق المهمة تمت. عالميا كتب محمد النني على تويتر بعد فوز أرسنال على توتنهام في ديربي شمال لندن 4-2، دايما شمال لندن تكتسي باللون الأحمر. كمان نشر أوباميانغ لاعب الجانرز واللي أحرز هدفين صور على إنستغرام من المباراة وكتب أجواء رائعة شكرا على دعمكم الكبير. نشر مسعود وزال كمان صورة على تويتر وكتب عندما يقوم كولاسيناك بشد راية الركنية تعلم أن شيئا ما كبير على وشك الحدوث، فخور بالفريق كله، شمال لندن أحمر. برضو نشر ألكسندر أيوبي لاعب أرسنال صورة لي على تويتر من المباراة وكتب شمال لندن لونه أحمر. نشر ألكسندر لاكازيت اللي أحرز الهدف الثالث للجانرز صورة لاحتفاله بالهدف على تويتر وعلق وقال لم أرى ملعب الإمارات بهذا الشكل من قبل أبدا، لقد كان رائعا حقا، شكرا لجماهيرنا، شمال لندن أحمر. السويسري شيردن شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي نشر صورة على تويتر من ديربي الميرسيسايد من ليفربول وإيفرتون واللي انتهى بفوز ليفربول 1-0 وكتب المدينة تكتسي باللون الأحمر، أحسنتم يا رجال، لقد ضللنا على اعتقادنا حتى النهاية، الأجواء بالأنفيلد كانت رائعة الليلة. كمان بعد فوز تشيلسي على فولهام 2-0 في البريمير ليج نشر البلجيكي أدن هازارد لاعب البلوز صور على الإنستغرام من المباراة وكتب أحسنتم، 3 نقاط أخرى، شكرا على دعمكم اليوم في ستانفورد بريدج. وكمان نشر أنتونيو رودريجر لاعب البلوز صورة على تويتر من المباراة وعلق أنجزنا المهمة بنجاح. في فرنسا بقى نشر كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان صورة على تويتر من مباراة بوردو بالدوري الفرنسي واللي انتهت بالتعادل 2-2 وكتب النتيجة مزعجة قليلا، نحاول دائما أن نقدم أفضل ما لدينا. نشر دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان صورة على انستغرام من المباراة وعلق إلى المباراة القادمة. لويس سواريز لاعب برشلونة الأسباني فنشر صورة على تويتر مع بيكي وكارلوس لينا واللي أحرزوا هدفين في فوز البرسا على فياريال وكتبوا لبيكي 3 نقط مهمين، مبروك بيكي، تذكرت أن المدافعين يمكنهم التسجيل، ومبروك كارلوس على هدفك الأول في الدوري الأسباني. كمان سيرخي روبرتو لاعب البرسا نشر صورة مع كارلوس لينا على تويتر بعد المباراة وكتب مبروك على هدفك الأول وإلى مزيد من التألق 3 نقط مهمين. كمان أرتورو فيدال نشر صورة لي على تويتر من المباراة وكتب نستمر في إضافة 3 نقط آخرين لنواصل العمل. أخيرا على لويس كاريوس حارس مرمى بشكتاش التركي على فوز فريقه قدام جالاتاساراي 1-0 ونشر صورة على تويتر بعد اللقاء وكتب اسطنبول أبيض في أسود. مشاهدينا بنوصل دلوقتي لمعادنا مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نستقبل ضيفنا النهارده أستاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير الأهرام الرياضي. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي. مساء الخير على حضرتك، منورنا اكيد. مساء الخير وانا سعيد بوجودي مع حضرتك، وقبل اي حاجه لازم ابارك لك طبعا حصولك على افضل اعلاميه، الاستفتاء اخير وده شيء شكراً كويس مشكراً جداً. يحسب ليكي والى مزيد من التقدم ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. اكيد في البدايه عايزين نتكلم عن اللقاء الهام للنادي الاهلي قصاد الجونه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 8 مساء، شايف اللقاء ده فنيا ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اي لقاء بالنسبه للنادي الاهلي حاليا مهم جدا. اي نقطه بيخسرها النادي الاهلي صعب جدا، اي فوز بيحققه النادي الاهلي حاجه مهمه جدا. صحيح. فكل انطلاقه الى الامام الاهلي محتاجها، الاهلي محتاجها لان الفترات الماضيه كانت فترات صعبه على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي، خروج من بطولتين مهمتين، خساره صعبه حصلت للنادي الاهلي، فليس قدام المقاولين طبعا كانت مفاجاه طبعا. اكيد. فطبعا الاهلي مطالب قدام جماهيره، قدام مجلس ادارته، قدام لعبته نفسهم على المحك ان هم لازم يكسبوا المباراه، مش مباراه بس، كل المباريات النادي المقبله، لان برضو خلي بال حضرتك دلوقتي في ضغوطات شغاله على النادي الاهلي، ضغوطات على جماهير النادي الاهلي، ضغوطات من المنافسين بيحاولوا برضو يصدروا، مشكلات نفسيه ان الاهلي غير قادر. بتلاقي انا اول مره من حوالي 10 سنين افاجئ بحاجه غريبه جدا، ان اشتعلت حاليا حاجه اسمها حرب السوشيال ميديا او حرب المراكز وحرب الجداول.
لو دخلت حضرتك على بعض الجروبات وبعض الصفحات اللي هي بتاعت النشطاء او الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقي النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي جايبين جداول قديمه لنادي الزمالك، وفيها الزمالك كان بيحتل المركز ال 14 او 15 وبعده بترول اسيوط واربع انديه. طبعا ده يعني اعازا او محاوله للتقليل من الموقف اللي فيه النادي الاهلي حاليا، والسخريه من الموقف اللي فيه النادي الاهلي حاليا باحتلال المراكز متاخره. مع الفارق ان الاهلي حاليا لما نيجي نقيس ما بين الجدولين هنلاقي في حاجه الناس مش واخده بالها منها، هو بس جمهور الزمالك دايما بيحاول ان هو يصدر مشكلات النادي الاهلي لما يكون مثلا في الاهلي متاخر يعني. فالاهلي الفارق في الجداول اللي الناس جايباها ان الاهلي عنده مؤجلات، فالناس لغت المؤجلات نهائي وبتتكلم على ان النادي الاهلي في مرتبه متاخره. هذه المرتبه المتاخره مرتبه ليست طبيعيه، ولكن مرتبه لعدم وجود النادي الاهلي او عدم لعب النادي الاهلي مؤجلاته. ودي حرب مقبوله وحرب مشروعه طالما في ظل تنافس جميل وشريف، وانا بفضل ده لان في النهايه احنا بنستمتع بكره قدم. يعني انا اتمنى ان المنافسه تستمر مع الاهلي والزمالك وبيراميدز واسماعيلي وكل الانديه المصريه، عايزين نشوف دوري محترم، دوري قوي، مش دوري القطب الواحد زي ما بشوف في دول ثانيه، دوري بينتهي في الاسبوع ال 20 وده شيء مش حلو. النادي الاهلي قدامه منافس صعب، منافس غير مدير الفني عنده حماده صدقي، جاي بطموحات وجاي بعد سنتين من ابتعاده عن الدوري، اخر تجربه ليه كانت مع انبي، فدلوقتي جاي يثبت نفسه بعد فشله في، انا اسف طبعا اقول في كلمه فشل ودي حقيقه يعني، حصلت معاه في اكثر من تجربه واخرهم منتخب الشباب. فحاليا اصبحت الطموحات حماده صدقي كبيره، فبالتالي اصبحت مباراه الجونه مهمه جدا ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي يبحث عن فوز وحماده صدقي يبحث برضه عن تحسين النتائج. طيب خلينا نروح للمباريات اللي فاتت، مباراه بتروجيت ومباراه المقاولين العرب وتغييرات كابتن محمد يوسف في اللقاءين دول، شفتهم ازاي؟ ضروري انت بتشوفي المرحله الماضيه وبتقيميها، بتشوفي ايه السلبيات وايه الايجابيات. بس انا شايف وجهه نظر الفنيه ان مشكله النادي الاهلي اللي خسرته البطولتين اللي فاتوا دول ان هو اللعيبه لم يكونوا في مستواهم، بالاضافه طبعا الاصابات والغيابات. لسه كنت اقول لحضرتك الغيابات والاصابات ده اثر، كل العوامل تضافرت الى ان الاهلي الموسم ده يبقى يخرج يعني من بطولتين مهمتين. ولكن صحيح. في النهايه الاهلي دايما بنشوفه ان هو بيقف على طول، بيقف على ارض صلبه، والكلام اللي بيتقال دايما النادي الاهلي خلاص هو يعني السنه دي مش هيكون زي كل موسم، لا الكلام ده انا بدري قوي ان احنا نحكم على الموضوع ده، يعني لسه الدور الاول ما انتهاش، وبعدين دايما النتائج بتتغير وبتختلف في الدور الثاني. طبعا اكيد، وعندك في كمان انت في دلوقتي في اتجاه لتدعيمات، اتجاه في لعيبه جايه، لعيبه على اعلى مستوى، شفنا لعيبه كويسين جايين ولعيبه من افضل لعيبه الدوري المصري انضموا للنادي الاهلي. وبخلاف طبعا انا شايف برضو ان التجديد لمؤمن زكريا ده هيفرق مع النادي الاهلي، يكون فارق كبير بالنسبه للنادي الاهلي. لكن خليني اقول لحضرتك ان النادي الاهلي يعني مع الاسف اللعيبه ما شالتهوش في الفتره اللي فاتت، ودي ده تحملها فعلا اللعيبه، واللعيبه كنت اتمنى ان اي لاعب، ده طبعا ده تاريخي يعني، انا مش هقول الكلام ده واللعيبه اول مره تعرفه، اي لاعب عندما ياتي للنادي الاهلي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي فلا بد ان يكون على مستوى المسؤوليه وعلى مستوى الحدث. ولكن ما حدث ان لعيبه النادي الاهلي معظمهم ما كانوش على مستوى المسؤوليه، فبالتالي المدير الفني الجديد او اللي ماسك المسؤوليه ممثلا في محمد يوسف لابد ان يبحث عن اللاعبين البديلين اللي هم يمتلكوا الطموحات، اللي هم برضو عندهم رغبه ان هم يعيدوا اكتشاف نفسهم مره ثانيه، واكدوا من التجربة ان وجهه النظر السابقه اللي كانت ممثله في الفرنسي كارتيرون ما كانتش سليمه. فذلك شفنا احمد الشيخ بيسجل هدف، شفنا كريم نيدفيد باك اليمين على اعلى مستوى، شفنا احمد علاء بيقدم نفسه بشكل معقول، شفنا النادي الاهلي يعني وليد ازارو رجع مره ثانيه، بس وليد ازارو لسه محتاج نفسياته شويه تشتغل، انه معالجته نفسيا في الاستمرار، ويحاولوا النادي الاهلي يحاول يخلي وليد ازارو موجود، لان النادي الاهلي محتاج وليد ازارو بالفعل. بس يعني في كلام حضرتك بتقول ان اللعيبه ما كانوش على قدر المسؤوليه، بس خليني ارجع واقول لحضرتك برضو ان الاعمده الاساسيه لفريق النادي الاهلي كانت في حاله يا اما غياب يا اما اصابه. ايوه، ما هو حضرتك انت برضو الاهلي اتحط في هذا الظرف، عندما يوضع نادي بحجم النادي الاهلي في ظرف كبير وظرف بطولات مهمه، ظرف نهائي بطوله مفضله للنادي الاهلي، بطوله كبيره بحجم
البطوله العربيه فلابد ان يكون اللاعبون على قدر المستوى، هم مسؤولين النادي الاهلي. حضرتك تفتكر كان في حرب نفسيه كبيره جدا على اللعيبه، وبنتكلم كمان على نهائي دوري ابطال افريقيا على مباراه النادي الاهلي في رادس في النهائي الافريقي. المباراه دي كان في اجواء صعبه جدا ومؤثره اكيد بطريقه سلبيه كبيره على الفريق نفسيا. يعني احنا شفنا ان اتوبيس الفريق بيتعرض للهجوم، في لاعب اخذ 8 غرز في وشه، يعني الموضوع صعب جدا. كان في قرارات كتيره من الكاف قبل اللقاء باقل من يومين، كان في حرمان لوليد ازارو من خوضه للقاء الهام ده، اكيد طبعا كان وجوده هيفرق طبعاً كتير مع النادي الاهلي. كمان الكلام عن ان كارتيرون كان متواطئ زي ما تم وصفه على الصفحه الرسميه للكاف مع وليد ازارو. في هذا الحدث يعني كان في حرب نفسيه كبيره جدا على النادي الاهلي، ما كانش في دعم من الاعلام المصري للنادي الاهلي على العكس تماما اللي احنا كنا شايفينه في تونس. التونسي والمسؤولين التونسيين، وحتى دعم كان على مستوى الدوله نفسها، مستلف رئيس وزراء استلب الفريق او مسؤولين الفريق. فانا مش حابه ان احنا نحمل برضو اللعيبه مسؤوليه، برضو كان في ظروف برضو يعني كانت سبب كبير جدا او ساهمت بشكل كبير جدا في خساره اللقبين. ايوه انا مع حضرتك برضو في نفس هذا الكلام، ولكن انا بقول ان هذه العوامل كلها لابد ان تؤثر في النادي الاهلي. صحيح. لابد ان تاتي باثار سلبيه على النادي الاهلي، ولكن في النهايه الاهلي انا شايف ان خساره 3-0 بالنسبه للاهلي دي كبيره، يعني النادي الاهلي يخسر جداً. مش ما يخسرش هو، يعني ما فيش نادي في العالم لا يخسر، ولكن انا بتكلم على اللعيبه نفسها. ليه؟ لان اللعيبه حضرتك اديك شفت المباراه، شفت في لعيب النادي الاهلي كان في مستواه، ما كانش في مستواه، ده ناتج لعوامل ثانيه وعوامل اخرى تضافرت مع مستوى الهزيل اللي ظهر بيه لعيب الاهلي وادى الى هذه النتيجه. صحيح. ما هو خلي بالك حضرتك النتيجه دي بتعبر عن مستوى، بتعبر عن ظروف محيطه، لكن أكيد. في النهايه الاهلي قادر ان هو يعني يصحح اخطائه، قادر ان هو مثلا، ما هو خلي بال حضرتك انت برضو تيجي تبصي على الاصابات الكتيره سببها ايه؟ اكيد في سببها في حاجه في الجهاز الفني او الجهاز الطبي او الجهاز البدني، في مشكله والاهلي يعالجها. اللعيبه نفسهم فيها في قصور في بعض المراكز معينه الاهلي بيعالجها. صحيح. انا دايما افضل ان استفيد من الخساره. خلي بال حضرتك الاستفاده من الخساره ممكن تكون اهم من المكسب نفسه. صحيح. بمعنى ان النادي الاهلي عندما خسر بطولتين، عارف، طب اقول لك الحاجه، الاهلي فاز بالبطولتين، فاز بالبطوله وصعد للدور الثمانيه في البطوله العربيه. طيب ماذا كان سيحدث؟ كان هيحصل نفس اللي هيحصل ده، لان دايما كان كلام كابتن محمود الخطيب ان انا كان كده في عندي نيه لاعاده هيكله قطاع كره القدم حتى في حاله ان احنا انا مع حضرتك، ولكن ليس بهذه الزخم وبهذه الشكل اللي واخد حماس، حتى حماس جماهيري. يعني حضرتك دلوقتي اكيد بتجي لك تليفونات، والاهلي جاب مين النهارده؟ الاهلي قاعد مع مين؟ طب ده احنا شفنا 7 لعيبه، عمرو ورده راجع ولا مش راجع، ده فلان راجع ولا كلام، يعني كتير قوي، هتلاقي كلام كتير جدا، وكلاء بيشتغلوا طبعا وبينشطوا في الحاجات ديت. فخلي بال حضرتك ده اللي خلى برضه، انت برضه خلي بالك من نقطه مهمه، انا كان ما كانش ينفع برضه ان انا فرقه كانت مثلا لو افترضنا الاهلي حصل البطوله، كان ينفع ان انا امشي لعيبه خدت بطوله؟ هتبقى صعبه، هيبقى حتى التغيير هيبقى تغيير خفيف، لكن رب ضره او ضره نافعه. صحيح. في هذه الحاله الاهلي يحاول دائما ان يستعيد زمام نفسه، لان الاهلي دائما معودنا انه ما بيقعش. خلينا نقفل صفحه الخساره والخروج بقى من دوري ابطال افريقيا من غير اللقب اللي كلنا كنا بنطمح فيه. طبعا كمان خروجنا من دور ال 16 في البطوله العربيه، خساره بعد كده لقاء المقاولين العرب، ونروح لمباراه بتروجيت واعاده الانتصارات مره ثانيه. انا عارفه ان الموضوع صعب، في نقطه مهمه انا يعني باكد عليها دايما واخدها من كلام حضرتك، مجرد انك تقفلي باب خساره ده معناه انك انت بتحاولي لا ما تشوفيش اخطائك، بالعكس ده الخطأ، الخساره نفسها ده افضل وسيله للاصلاح. أكيد. ده لازم اكيد، وده اللي شفناه طبعا، ده اللي ترتب عليه اعاده هيكله لقطاع كره القدم في النادي الاهلي. قالت فتره كارتيرون، قالت مدرب الاحمال مايكل لينمان، ورغم ان انا شايف بصراحه ان كارتيرون كان يعني انا شايفه ان هو من احد المدربين الكويسين اللي جه في ظروف صعب بصراحه. يعني انا وجهه نظر الشخصيه تمثلني بصفتي اسم عبد المنعم فهمي، ان كارتيرون من المدربين اللي حصلوا لم يحصلوا على الفرصه كامله، والظروف نفسها المحيطه بيه يمكن ما ساعدتوش او ما خدمتوش بشكل بصراحه شديد. يعني طيب خلينا نروح بقى للي بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكوره او القائم باعمال مدير الكوره طبعا، هم كلهم لسه قائمين باعمال كوره، لسه ما فيش
قرارات رسميه والنهارده ممكن يحصل قرارات رسميه. طبعا ملف اعاده الهيكله لقطاع كره القدم في النادي الاهلي، عن طبعا الصفقات الجديده اللي حصلت في النادي الاهلي، يمكن هي صفقه وحيده بس اللي تم الاعلان عنها رسميا، محمد محمود لاعب وليد الدجله. بعتبر ان التجديد لمحمد مؤمن زكريا صفقة رائعة جدا، أكيد طبعا الإبقاء على لعيبة النادي الأهلي الأساسيين، أكيد لعيب طبعاً كان ممكن يصنع الفارق في مباريات اللي فاتت، ولكن مع الأسف أنا ما أعرفش ليه سبب عدم الاستعانة بيه. مؤمن زكريا من اللعيبة الممتازين جدا اللي بيقدروا يصنعوا الفارق، ومن اللعيبة القليلين جدا الأجنحة في مصر اللي بيخشوا منطقة الجزاء وكانهم مهاجمين بالظبط، ده شيء بينفرد بيه مؤمن زكريا. أكيد. طيب خلينا نتكلم عن الخطوات اللي حصلت، شايفها إزاي؟ بالنسبه للعيبه يعني بصي انا مبسوط جدا بان محمد محمود جه النادي الاهلي. ليه؟ لانه محمد محمود لعيب صغير، لعيب يملك من الامكانيات الكثير، متميز صحيح، عنده شخصيه ودي مهمه جدا، شخصيته قائد في الملعب، يعني شخصيته اكبر بكثير من تتوافق سنه، تتوافق مع الانديه الكبرى صحيح، بحجم الاهلي وبحجم الزمالك وبحجم المنتخب برضه، فده يعني يعطيك انطباع ان النادي الاهلي كسب لعيب في نص الملعب، كسب لعيب يستطيع ان يقوم بالدورين، دور الدفاعي والدور الهجومي وصناعه اللعب والتسديد، برغم ان هو قليل اهدافه، خلي بال حضرتك اهدافه قليله جدا في الدوري المصري، يعني هو جاب هدف او هدفين من اول تصعيد ليه من ايام ميدو اللي صعده 2015 2016، بقى له خلي بال حضرتك بقى له سنتين في الدوري المصري هو والناس مش واخده بالها منه. لكن هو ظهر بقوه لما اجيري خده المنتخب حط عينه عليه، وبالتالي احنا شفنا محمد محمود بالشكل الكامل والكافي، لعيب كويس، لعيب هيفيد النادي الاهلي، لعيبه هو خلي بال حضرتك برضو لما تبص على سن محمد محمود هتلاقيه في كل المواصفات اللي تبحث عنها اي نادي في العالم، مش ما بتكلمش على محمد محمود نفسه، انا بتكلم على اي نادي في العالم بيدور على مستقبله، يدور على لعيب صغير في السن 20 سنه، يدور على لعيب دولي، لعيب دولي عنده شخصيه، عنده شخصيه بيحب النادي الاهلي، اعلن حبه للنادي الاهلي، لا ففي هذه الحاله لاعب بكل هذه المواصفات من الطبيعي يعني في النادي الاهلي، اهم حاجه تكون بدايته موفقه، اهم حاجه يشعر بان اللاعب للنادي الاهلي يختلف تماما عن اللاعب لاي نادي في مصر تاني، صحيح، فاذا وضع في ذهنه هذا الكلام فسيكون نوال لاعب دولي من الممكن ان يستفيد منه الاهلي بعد كده في بيعه باثمان غاليه جدا او الابقاء عليه كما يريد. طيب لو اتكلمنا من وجهه نظر حضرتك، ايه المراكز اللي محتاجه النادي الاهلي ان هو يدعمها في الفتره دي؟ طبعا احنا سامعين اجتهادات كتير جدا صبح وليل، سوشيال ميديا، مواقع اخباريه، جرايد، مرشحين النادي الاهلي، السوشيال ميديا مرشحه 25 لاعب للانضمام للنادي الاهلي، لو قلت لهم حضرتك طبعا يعني في اسماء ممكن محمد النني، تخيلي محمد النني، عمرو ورده، علي غزال، اسماء كتيره جدا، الكثير كمان من المحترفين بالاضافه طبعا للاعيبه، كل المحترفين هيسيبوا الاحتراف بتاعهم ويرجعوا للدوري المصري، كلها اجتهادات، لكن انت شايف مين من الاسامي دي اللي لفت نظرك وقلت حقيقي النادي الاهلي محتاج اللاعب ده او محتاج الصفقه دي؟ والله بصي انا النادي الاهلي حاليا او المصري حاليا تتجه ناحيه الشمال، هي الصفقات الافضل والتي تستطيع التوافق مع شمال افريقيا، المغرب وتونس، المغرب وتونس تحديدا، الجزائر لسه ما جربناش كتير فيهم، لكن المغاربه والتوانسه ناجحين في الدوري المصري، عاملين شغل رائع في سواء في الاهلي او الزمالك، فالاتجاه طبعا وفرجاني ساسي وحمد النقاز مع الزمالك وحميد احداد طبعا لسه ما ظهرش في الزمالك، لكن هذا الاتجاه هو الذي سيسود في الايام اللي جايه، لانه خلي بال حضرتك الوكلاء شافوا ان النادي الاهلي والزمالك اتجهوا الى هذه المدارس الكرويه ولقوا انه في مميزات تميز اللعيبه العرب عن اللعيبه الافارقه، ومنها ان اللعيبه العرب عندهم طبعا اللغه عامل مهم جدا بالنسبه للدوري المصري، ونحن ما بنفهمش قوي الكلام بتاعهم، يعني يمكن هو يفهمونا، لا بالعكس هم بيجوا هنا بيفهمونا من كتر الافلام والمسلسلات، الاهلي في سعد سمير بيخلي اي حد بيتكلم عربي يعني ده حاجه معروفه يعني، فطبعا هم بيفهمونا اكتر ما احنا بنفهمهم، هم طبعا بيتفرجوا على المسلسلات والافلام المصريه ودي حاجه قديمه يعني، فده الاتجاه السائد، فتلاقي اسماء كتيره جدا مرشحه من الشمال الافريقي، وده شيء برضو وده طبعا يستتبعه اذا كان الاتحاد الكوره فعلا هيخلي فيه قرار اللي هو الاتفاق مع
لعيبه الشمال افريقيا. كنت لسه هسألك عن هذا الاتفاق، هل شايف ان ده هيكون مفيد ولا مضر للكره المصريه؟ الكره المصريه نفسها. وبص اقول لك على حاجه، هي مدرستين. في مدرسه بتقول لك ان الاحتكاك بلعيبه في فريق واحد او في فرقه متنافسه في الدوري المصري واحد ده ممكن يكون مهم جدا بالنسبه للكره المصريه. وفي اتجاه ثاني يقول لك لا، ده هو ممكن انت لما مثلا تجيبي في نص الملعب ما انت كده بتحرمي الاهلي من لعب. لما تجيب مهاجم بالظبط بتحرمي تونسي مدافع مغربي وتحطه في وسط الملعب برضه حد من يعني. خلي بالك حضرتك برضه، هي بترجع برضه للقاعده نفسها بتاعه الكره المصريه والتفكير في الكره المصريه. ما هو عندك انجلترا الدوري الانجليزي مليان وعنده حاليا هو اي نعم في السابق كان المنتخب الانجليزي لم يكن باللي احنا شايفينه عليه، لكن المنتخب حاليا في طبعا خطط مختلفه في شكل مختلف في اهتمام بشكل مختلف. فظهر الدوري ظهر لعيبه في الدوري الانجليزي برغم وجود لعيبه كتيره جدا من اجناس مختلفه، فدي بترجع. والدوري السعودي بقى فيه 8 لعيبه، الدوري الاحتراف موجود في اكتر من حته. بس اهم حاجه انا اهتم بال الفريق بتاعي، واحاول دايما اني ادخل الثلاث اربع عناصر. يعني مثلا الاهلي مثلا محتاج مدافع، لازم يكون كلامي في حلقه اتصال ما بين الاجهزه الفنيه للناشئين مع الفريق الاول، ان هو انا عندي في المركز ده ناقص، انا عايز لمده مثلا انا هجيب واحد مثلا افريقي او هجيب واحد تونسي هجيب واحد جزائري لغايه ما يطلع عندي هذا الناشئ، يعني يبقى الاستعانه. بس انا ما اظنش ان ده هيحصل، يعني لو تم تطبيق القرار ده هنلاقي مثلا اربعه الاجانب موجودين، كمان اربعه هيبقوا سته، هيبقوا سته او سبعه لعيبه او ثمان لعيبه، كمان ثمان لعيبه اجانب جوه فريق واحد، مش هتلاقي غير حارس المرمى هو واثنين كمان المصريين الوحيدين اللي في الفريق. ما كل فرقه هتبقى عايزه تكسب، هتلعب باورقها الرابحه بغض النظر عن اللي حضرتك بتقوله ده. ترجع للفلوس نفسها الموجوده مع الانديه والدولارات الموجوده اللي يقدر يجيب بيها لعيبه، او لان خلي بالك اللعيبه دي مش رخيصه برضه، غالية. انت يعني مش هتجيب لاعب اسمه مغربي وخلاص او اسمه جزائري وخلاص، لا، لاعب مصنف. يعني النادي الاهلي عندما النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي هم لديهم المال، عندما الاثنين بيبحثوا عن لعيبه فلا بد ان يكون اللعيبه من العيار الثقيل. يعني وليد ازارو دولي، فرجاني ساسي دولي، حمد النقاش دولي، حميد احداد دولي، فكل اللعيبه اللي هتجيبيها هتكون بمبالغ كبيره. فده برضو خلي بال حضرتك برضو اكيد اللعيبه المميزه بيكون عندها طموح اكتر ان هي تطلع على اوروبا. وليد ازارو ايه مشكلته؟ ازارو ان هو عايز يحترف. ايه مشكله فرجاني ساسي؟ يعني ما هو مفيش مشاكل مع لعيبه الزمالك، ولكن كل لعيب ياتي الدوري المصري، الدوري المصري متشاف مع دوريات ثانيه موجوده في فبتكون بالنسبه لهم مرحله. فطبعا مرحله كبيره. وخلي بال حضرتك ده مكسب برضو بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك، ان هم يبيعوا لعيبه بفلوس كتيره. طيب لو اتكلمنا عن الدوري المصري عامه في الموسم الحالي وعن الحاجات الجديده اللي انت شايفها في الدوري المصري في الموسم ده. منافسه، يعني منافسه كويسه، بس في نقاط سلبيه ان مفيش صبر على المديرين الفنيين. حضرتك بتشوفي لغايه دلوقتي وصلنا في حوالي 15 16 مدير فني راحلين، وده شيء صحيح غريب جدا. يعني واحد مثلا زي مثلا هشام زكريا عامل ماتشات رائعه مع فريق صاعد وعامل نتائج رائعه، يخسر مثلا ويتعادل سبع مباريات ويخسر مباراتين، شكرا مع السلامه. فريق يتعادل سبع مرات، شكرا محمد حلمي وحسام عبد اللطيف. يعني ما فيش صبر على 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 المديرين الفنيين، ودي ازمه كبيره. وخلي بال حضرتك برضو في لسه عايشين بعقليه ان احنا لازم نتدخل في الامور الفنيه. يا جماعه من هذا المنبر المحترم، كل جهاز فني ما فيش واحد عايز يخسر، ولا واحد عايز يكون السي في بتاعه في ان هو تمت اقالته مرتين او ثلاثه. كل مدير فني يريد ان يعمل ويعطى الصلاحيه الكامله. ما يحدث في الدوري المصري في مشكله كبيره جدا، ومن اهم اسباب الاقالات المستمره في الدوري المصري هي التدخلات الفنيه من الكبار او من المسؤولين عن مجالس الاداره. وانا اقول الكلام ده على مسيرتي الشخصيه، موجود في سموحه، موجود في الاسماعيلي، موجود في النجوم، موجود في اكثر من فريق في مصر. هذه الفرق لا تعطي فرصه لمدربيها، فبالتالي يتم تغيير المدربين. بالتالي بنشوف ظاهره موجوده غير موجوده غير في مصر، ان المدير الفني طارق يحيى يسيب بتروجيت الماتش اللي بعديه على طول يلعب قدام بتروجيت مع سموحه. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ عمرك بتشوف الكلام ده؟ صعب. علي ماهر يمسك انبي وهيدربه قدام سموحه. طب ما انت كده ما فيش فير، انت كده واحد مدير فني عنده كل الاصرار بتاعت الفرقه المنافسه، وفي نفس التوقيت انت يعني 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 ازاي مدير فني يدرب فرقتين في موسم واحد؟ لا، لازم تقنين اتحاد الكوره من اربع سنين. دي ممكن تتحكم ازاي؟ اتحاد الكوره يقرر انه المدير الفني الذي يرحل من فريق
لا يدرب بقيه الموسم. ده زي الانتقالات بالظبط. يعني دي تبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للمديرين الفنيين. ما هو خلاص يبقى هو يعملوا ايه؟ ما يعملش حاجه. يحاول مع الزام بقى الفريق اللي تم الاقاله مثلا بدفع راتبه لغايه اخر الموسم. ما هو في بقى في شروط جزائيه استخدمها هو في حاله اقالتي اذا تم مثلا اخد بيت عادي. تمام التمام. انما كل يوم بنشوف مدير فني ماسك فرقه ثاني الماتش اللي بعديه يمسك فرقه ثانيه اللي كان بيدربها من يومين. طب فين الفير وفين العداله؟ دي ازمه كبيره لازم نوجدها، لازم نلاقي لها حل. كان الكلام ده من 4 سنين وكانت هيتحط فيها يعني قرار او لائحه او بند، لكن ما اعرفش ايه اللي حصل فيه يعني هذا القرار. برضه هتلاقي لو فكره ان المدير الفني ما ينفعش يمشي من الفرقه دي عشان هو عارف كل المخابئ وكل الاسرار وكل الكواليس بتاعتها، عشان صعب ان هو ينافسهم بعد كده، او هيكون انفير ان هو ينافسهم بعد كده. بس برضه هنتكلم في الموضوع ده عن اللعيبه، ما اللاعب برضه هيتنقل في يناير اللي جاي عارف كل الكواليس وكل طرق اللعيبه اللي قدامه. ده لاعب واحد بينفذ فكر مش مدير فني، هو الفكر نفسه. انا بكلمك على فكر نفسه بينتقل من فريق الى فريق اخر، والمدير الفني بياتي. طب اقول لك على حاجه، في مدير فني دلوقتي مشي من فريق هتلاقي مربط مع خمس لعيبه من فرقته، انا عايزكم معايا. يعني في لعيبه تلاقيها مثلا بلاش اقول اسماء لان الاسماء هتزعل الناس مني، فمشكله كبيره واشكاليه كبيره لابد لها من حل ولابد لها من طبعا ضوابط. لانه انا يعني اقول لك على حاجه، ممكن مثلا طارق يحيى يمشي من سموح. وده وارد لان الاستاذ محمد فرج عامر يمكن سمعنا عن مفاوضات حاليه مع مدير فني اجنبي او من شمال افريقيا مع سموحه. طيب هذه كده حضرتك بتقولي، انا والله اول مره اسمع الكلام، بس اول مره اسمعه واصدقه. لان التوصيل ليه؟ لانه في النهايه انت بتتعاملي زي ما قلت لك مع مجالس ادارات لا تعطي الفرصة الكافية والكاملة للأجهزة الفنية. الأجهزة الفنية بتشوفي فينجر قعد كم سنة، فيرجسون قعد قد إيه. أي بس أنت برضو جايب لي أكتر أمثلة للناس قعدت كتير قوي يعني قعدوا قرون. حسام حسن قعد مع المصري 3.5 سنين عمل إيه؟ حقق نتائج رائعة حقيقي. عمل طفرة. وصل لقبل نهائي الكونفدرالية، كل سنه بيوصل نهائي كاس، مره وصل نهائي كاس وكان هياخد الكاس. دايما مركز ثاني، مركز ثالث، مركز رابع. حاليا المصري يعاني في ظل تغيير الاجهزه الفنيه. في ظاهره ثانيه الناس مش واخده بالها منها، ان احنا بدانا نستعين باجهزه فنيه سابقه وده ما كانش يحصل. يعني عندك مصطفى يونس بقى له 8 سنين ما دربش، رجعناه مره ثانيه. حماده صدقي بعد ما راحوا المنتخبات وبطلوا يدربوا في الانديه المصريه رجعناهم مره ثانيه، دي ظاهره برضو الناس تاخد بالها منها. الافرازات نفسها في اللعيبه مش شايف بصراحه ان اللعيبه تصلح ان تكون نواه للعيبه دوليين. يعني مع الاحترام الكامل والكافي لاختيارات اجيري لبعض اللاعبين، لكن حضرتك لو شفت الماتش الاخير باهر المحمدي نواه للاعب جيد ولكن ليس باللاعب الواو الذي يستطيع ان يحتل مكانه اساسيه في منتخب مصر. الهدف الاولاني بتاع تونس غلطه منه، غلطه تدل على قله خبراته، ما عندوش الخبرات الكافيه والكامله. عندك محمود متولي عقليه الهواء وليس المحترفين، انت تلعب لاخر لحظه حتى لو هم مش عايزينك تلعب في الاسماعيليه، تلعب لاخر لحظه انك انت في النهايه تمثل فريق ومفروض نواه لاعب دولي. يعني برضو انا بتكلمك على اللعيبه اللي هم عليهم اشكاليه في الدوري المصري، واللعيبه المفروض انها تكون لعيبه كبيره ولعيبه الناس بتتصارع عليها، لكن فين ايه 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 اجيري اختيارات اجيري اللي حصلت اللي عملت الواو وشفنا لعيبه. طب لو اتكلمنا عن اختيارات اجيري محليا برضو وللعيبه المحترفه، شايف مين اتظلم في اختيارات اجيري؟ لا في هو عامل مقاييس ومش بيمشي عليها. عامل مقاييس سن مثلا، انا ما اخري 30 سنه. طب احمد علي ضميته قبل كده واتصاب قدام ايه سواتيني، وهتضمه تاني الماتش اللي جاي قدام النيجر. الله. طب ما هو انت 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 كده مقاييسك مختله. عندك لعيبه مثلا لا تلعب في فرقه وبتلعب عندك. المدير الفني لازم في اختياراته عندما يختار لعيبه لابد ان يوازن بين ايه؟ يوازن بين الخبره ويوازن بين الشباب. تمام. انت عندك الخبره متمثله في محمد صلاح لعيب عالمي، محمد النني لعيب كويس، لعيبه بتصنع الفارق، العظم بتاع المنتخب مصر زي ما بيقولوا. تختار معهم لعيبه انت شايف ان هم يكونوا نواه او يكونوا رافد للعيبه انت مشيتها او انت مش مستعين بيها. لازم يكون ذلك يكون بناء على خطه مقننه وليست خطه اول ما اجزر اشيل كل اللعيبه الخبرات، اشيل كل اللعيبه اللي هم المهمين، اشيل احمد فتحي. لازم يكون في توازن زي ما حضرتك بتقول، لازم يكون في توازن عشان خاطر لما اجي اختار لعيبه المنتخب ما يتاثرش.
ده سنة الحياة، سنة الحياة. ما ينفعش الواحد يعني يعمل أي موقف إلا عبارة عن خطوات، الواحد بيخطو خطوات عشان يوصل للهدف بتاعه، مش يعمل خطوة القفز ده في حد ذاته ممكن يأتي بأثار عكسية. فأنا شايف إن أجيري هو يعني الظروف خدمته. أنت شايف أجيري إزاي؟ لسه أنا لغاية دلوقتي حتى الفوز على تونس لم يرضيني أو يرضي طموحاتي في إن أنا أقتنع ان اجيري مدير فني يلائم منتخب مصر. لسه لما اشوفك على المحك، لما اشوفك في بطوله كبيره زي افريقيا، يمكن لما يكون اللقاء ليه اهميه خاصه، يمكن اللقاء ده كان تحصيل حاصل وكسبت اسواتيني وكسبت تونس تونس بتوفيق محمد صلاح. يعني محمد صلاح عمل مباراه رائعه وقدم مباراه رائعه، وبتوفيق محمد صلاح مش فوز بس. احنا انا عن نفسي اتبسطت من اداء منتخب مصر قدام تونس، كلنا اتبسطنا بيها، لكن برضو اتبسطنا ليه باداء مصر قصاد تونس؟ يمكن عشان اختلاف الطريقه اللي احنا تعودنا عليها او اللي عانينا منها في خلاف هكتور كوبر. بس مش معنى ده ان دايما نقول له يا جيري عايزين دايما ما هو احنا برضو عندنا ازمه في مصر يا استاذه شيماء. دايما انت بتتكلمي على ان انت ناقده، يعني انت في مكانك ناقده والجمهور ناقد والاعلام ناقد. انقد، ولكن دع المدير الفني يعمل، لانه في النهايه هو اللي انت بتحاسبه. صحيح، لازم انت تسيب المدير الفني يشتغل على فكره هو. طب انا متعاقد ليه مع كارتيرون؟ متعاقد ليه مع اجيري؟ عشان انا شايفه ان هو عنده حاجه مختلفه، حاجة ممكن عن اللي يقدمها لي، اسيبه يقدم هذه الحاجه وفي الاخر احاسبه في نهايه الامر. طب لو حسبت هكتور كوبر دلوقتي مين؟ لو انت حسبت دلوقتي هكتور كوبر الناس هتختلف معايا. انا ليا بالارقام وليا بالنتائج. كوبر عمل للكره المصريه ما لم يحققه غيره. وصل لنهائي كاس نهائي أمم افريقيا 2017، عمل حضرتك وصلنا كاس عالم. اي نعم، هو مدرسته عقيمه شويه، مدرسته تعتمد على الدفاع، ولكن ده اللي مشي مع ده اللي ركب معاه لعيبه منتخب مصر، وده اللي حقق النتيجه دي. فانا يعني لكن في النهايه دايما انا بقول ان هكتور كوبر ده محير جدا، مش عارف تحبه ولا تكرهه، مش عارف هو قدم للكره المصريه ولا اخذ من متعه الكوره. هو صعب بالكره المصريه من الباب اللي احنا ما بنحبهوش. يعني احنا كنا نتمنى، بس ده وده بيحصل فيه، يعني ده بيحصل مع بعض المنتخبات مش كل المنتخبات. يعني حصل مع المغرب، يعني احنا برضو شفنا المغرب صعدت باداء ونتائج، شفنا تونس اداء ونتائج، انما اللي حصل مع كوبر كان بايه؟ بنتائج وفقط. بس في النهايه دي امكانياتنا، في النهايه احنا يعني كانت ظروفنا كده. خلي بال حضرتك، هو جه والدوري، انا مش هتكلم طبعا عشان ما اقولش الناس ان انا بدافع عنه، انا اسمع عمان فهمس مش عمان كوبر. فده يعني خلاص مرحله وعدت وطويناها، قدامنا معانا مدير فني. يعني خلي بال حضرتك، انا ليا بعض الاصدقاء اللي عمل معاهم في اسبانيا بيقولوا لي مدير فني رائع جدا، ومدير فني يستطيع ان يتعامل مع نفسيات اللعيبه، يستطيع ان يتعامل مع نفسيات المحيطين حواليه، وهيعمل حاله مع لعيبه مصر. لكن في النهايه نتركه فتره ونحكم عليه، لانه الايام جايه كتيره وهنعرف أكيد. هو هيقدر يعمل ايه. اكيد اكيد. النهارده شفنا تصريح لعمر جمال في موقع رسمي للنادي الاهلي بيتكلم فيه عن بقائه واستمراره من عدمه جوه النادي الاهلي. قال الاولويه اكيد هتكون لبقائي داخل صفوف النادي الاهلي، لو ما كانش عند الجهاز الفني والاداري راي تاني. بس خلينا نرجع نتكلم في الموضوع ده بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم. رجعنا سريعا ولسه معانا استاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير الاهرام الرياضي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ. طيب عايزين نرجع ونتكلم عن تصريح عمرو جمال اللي كنا بنقوله قبل الفاصل. عمرو جمال طلع وقال انا تحت امر النادي الاهلي، اولوياتي اكيد هي البقاء في النادي الاهلي، ولو الاداره الفنيه او اداره النادي الاهلي عندها راي تاني فانا مكاني اللي جاي ان شاء الله هيكون الاحتراف مره اخرى او خوض تجربه الاحتراف مره ثانيه. تصريح ذكي جدا. وقته الايام جايه، الفتره اللي جايه ديت فتره بحث وتدقيق في مهاجمين في مصر وخارج مصر هو اولى. وانا معلوماتي بتقول ان هو الفتره اللي فاتت كان عامل فيها يعني
استعد استعداد كويس جدا ان هو ممكن يتم استدعائه مره اخرى يتم قيده. وانا المعلومات اللي عندي ممكن اقولها ان هو ممكن يتم قيده في النادي الاهلي لانه فعلا فعلا مهاجم هو، بس الاصابه ظلمته شويه. لو بعدته كتير الاصابه. نعم الاصابه اثرت عليه كتير. وعلى فكره اقول لك برغم الاصابه اللي لو بصيت في ارقامه، لو دخلت على الترانسفير ماركت وبصيته على ارقامه هتلاقي ارقامه ممتازه. يعني انا مسجل حاجات ليه، مثلا لعب 65 مباراه في الدوري 17 هدف و6 اسيست، 17 مباراه في دوري ابطال 4 اهداف، كاس مصر 14 مباراه 6 اهداف. هو مين برضه اللي ينسى الغزال يعني كان احسن مهاجمين مصر؟ طبعا ارقام مهمه جدا تؤكد انه ده مهاجم من الطراز الرفيع ولسه سنه صغير. وسنه صغير طبعا، وانا يعني وكلامه النهارده بينفي بعض الكلام اللي اتقال انه ممكن يروح الزمالك يروح مش عارف في اي حته تاني، يروح الاسماعيلي واتفق مع الاسماعيلي وقعد مع الاسماعيلي، لكن في النهايه هو نفى تماما الكلام طبعا ده. وجوده في النادي الاهلي مهم جدا. وجوده طبعا خلي بال حضرتك الفترة اللي حصلت اللي فاتت ووضعه تحت قائمة الانتظار ده درس قاسي للعيب عايز يبقى كويس. صحيح. لعيب عايز يرجع مرة تانية لأنه خلي بال حضرتك عمرو جمال في فترة وفترة كان أفضل مهاجم في الدوري طبعًا المصري. طبعًا. وكان خيار مهم لكوبر ولعب ماتشات كتيرة جدا مع صحيح. مع كوبر لما كان ماسك. فده يؤكد لك إن هو الأيام بتفتح لك دراعاتها. أنت بقى عايز إيه يا عمرو يا جمال؟ لو رجعت النادي الاهلي مره ثانيه تمسك بهذا الفرصه وتشبث. واحنا بنتكلم دلوقتي عن عمرو جمال برضو خدني كلام لصالح جمعه. صالح جمعه اللي طلع لا صالح وأكد جمعه مختلف خالص. بس صالح جمعه طلع واكد برضو عايز يرجع وياخد فرصته جوه النادي الاهلي وقال ادوني فرصه مره واحده بس اخر مره. اقول لك على معلومه او تاكيد لكلام حضرتك، اللاعب اللي يوصل سنه 25 سنه او 26 سنه ولا ياخد الكره حقها وقدرها لا يلومن الا نفسه. يعني شفت حضرتك محمد صلاح 25 سنه لعيب عالمي. صحيح. وانت يا صالح جمعه لا تقل مهاره ولا تقل امكانيات وموهبه عن محمد صلاح، ولكن الفارق في العقليه. عقليه محمد صلاح تختلف تماما عن عقليه اي لاعب مصري. عقليه محمد صلاح عقليه والتفكير بيمثلوا قد ايه لكل لاعب. وفي نفس التوقيت المحيطين كمان خلي بال حضرتك المحيطين بالدائره المحيطه. صحيح. بالظبط. محمد صلاح عنده ناس بتفكر له، ناس مش بتفكروا طبعا في كل حق، بتفكروا في خطواته المستقبلية. صالح جمعة مع الأسف عيبه في دماغه. صالح جمعة منذ ما جاء النادي الأهلي لم يثبت أنه جدير بارتداء الفانلة الحمراء. والله عقلية اللاعب من وجهة نظرك بتمثل قد إيه في نجاحه؟ نسبة 90%. لأن العقل هو الذي يوجد، العقل بيوجه في كرة في الملعب نفسه. يعني التفكير مجرد تفكير خاطئ في الملعب يؤدي ان اللاعب لا ما يلعبش اللعبه دي بالشكل المعين. يعني خلي بال حضرتك التفكير والدماغ هو 90 ده كل حاجه، مش 90% بس، كل حاجه. التفكير بيخليني اتدرب كويس، خليني اتعامل مع الاعلام بشكل مختلف، اعرف ان انا العين مسلطه عليا، ما اروحش اماكن فيها الناس ما خلي بال حضرتك الناس دلوقتي بتتعامل مع السوشيال ميديا انها سوشيال ميديا لمجرد سوشيال ميديا وخلاص، ما تعرفش ان في واحد ممكن وانا قاعد يصورني ويحطها في صفحه وجروبات تشتغل يشوفني في مكان غير لائق. ده شيء الناس لازم تاخد بالها منه، خصوصا اللعيبه او الناس النجوم اللي عندها الناس تعرفها. ما دمت وصلت الى شهره، ما دمت اصبحت معروف وانت بتلعب في 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 النادي الاهلي، هو ناصر ماهر ايه اللي خلى ناصر ماهر يتم عقابه وما يتمش استفاده منه؟ خماسي. عشان دخل لعب ماتش خماسي والناس صورته، هو لو مش متصور مش حد هيشوف. انما لو حد قال لحد لا وريني اثبت لي فالناس بتثبت. صحيح. دلوقتي السوشيال ميديا والموبايلات والنت اللي شغال في كل موبايل، لا انت وكمان انت نفسك اهم من اي حد، انت حب نفسك. صحيح. انت لعيب كوره خليك رقيب على نفسك. انا كنت معاهم في سفريه 2011 2012 في السودان. كان نجم كان محمد صلاح موجود، محمد النني موجود، مروان محسن موجود، وهشام محمد، والجيل الكبير ده معاذ محمد، الجيل الفطاحل ده، ومحمد ابو جبل، وعلي لطفي، مش عايز انسى حد فيهم، حوالي 25 لاعب من العيار الثقيل. كنا بنلعب السودان في تصفيات الوصول للندن 2011. تخيلي كان من نجم الفريق، وكان رامي ربيع معاهم واحمد حمودي. كان صالح جمعه. محمد صلاح لا يذكر. تخيلي شوفي محمد صلاح عمل ايه. بس انا اتوقع من كلامه ومن اللي شفناه يعني في تصريحات اللاعب ان هو ممكن لو اخد فرصه جيده ان شاء الله يقدر يثبت. وانا مش عايز يرجع، نفسي يرجع ونفسه يلتزم. موهبه كبيره، واكيد النادي الاهلي محتاجها جدا، والاهلي محتاجه، ومن افضل اسيستات في الدوري المصري، من افضل اللعيبه اللي تنقل الهجمه بسرعه من الدفاع للهجوم. عينه حلوه على في ارض الملعب، يقدر يلمح في لعيب في من مش لازم اشوفه وكمان احنا شايفين ان النادي الاهلي دلوقتي الجهاز
الفني مركز جدا معاه، تدريبات مختلفه يعني ماشي على نيوتريشن او بس في حاجة. على في حاجه مهمه جدا، نظام غذائي مختلف. طبعا حاجه مهمه جدا، لو اثبت هاخد فرصه نص السنه، لو اثبت عدم صلاحيته خلاص شكرا الاهلي يتم الاستغناء عنه نهائي، لان في النهايه مفيش رجا منه، خلاص استفيد واجيب لاعب تاني غيره. لا ان شاء الله باذن الله يثبت ان شاء الله حقيقته وجوده للنادي الاهلي. اكيد عشان نقدر نستفيد منه. استاذ عبد المنعم فهمي نائب مدير تحرير الاهرام الرياضي، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. سعدت بوجود حضرتك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. من سعيد على حضراتكم.